D1FM 91.2. Face à face. صباح النور. اليوم في فاس فاس نحكي على حقوق المرأة في التشريعات التونسية. هل أنه المشرع التونسي أعطى حق المرأة؟ وهل القوانين اللي تعملت لصالح المرأة التونسية قاعدة تطبق على أرض الواقع وإلا لا؟ قوانين مش قاعدين يطبقوا في أرض الواقع، خاطر نشوفوا برشا أشياء قاعدة تبدلت في البلاد هذه، ولات هي اللي ماشي في أمورها وحدها من غير ما ترجع للطرف المقابل، ولا من غير ما ترجع للطرف المعني بالأمر. خاطر تو في وقتنا هذا الرجل هو كل شيء، بحكم انه المراه ديما هي تاك عليها في الدار وفي الخدمه، ديما ما ينظروش بشيء هذايا مالوروزمون. باغ كونتر فما رجال انها تعاون وتشوف بشيء هذايا، مي مالوروزمون لا بليبار كونديسيون لولا. طيب ما قاسي تطبقش، انا ما حاله معناها حتى شيء ما قاسي تطبق، ان شاء الله تكون خذيت حقها. ليه مش باقي تطبق؟ بيانشو فما جزء منها باقي تطبق أكيد، لأنها المرأة تشارك في السياسة في كل شيء. توا المرأة تلقاها في كل اللي دومين الكل، فهمت؟ قطع حقها بالوافي بالزيد، وقوانين ما شقاد تطبق. كان في حق المرأة كان كيمارس العنف معك، هذيك هي الحاجة مش قاد تطبق. أما بالنسبة للحقوق وكل شيء، كل شيء ما يخدم في كل ناس قادة تطبق وما عطاهاش حقها زملة برسا حازم. بلادت أكثر من حقها، مش حقها برك، عدت أكثر من حقها وقاعدة تطبق بالبيه زادة. أنا حسب ما نشوفه فما حد شيء قاعدة تطبق. المرأة ياسر حلول عيني، هذا ما ياخد حقوقها سيبوم، ما عطوش حقها كامل في البيت جملة. معنا ما زالت نطيحين قيمة المرأة، حتى في المساواة ما بين الرجل والمرأة ما همش كيف كيف. في الخدمة كي تخرج أي بلاصة معنا ما زالوا لا مش قاعدة تطبق نشي منها كي الكلام أكهو. كل التفاصيل ناخذوها مع الرئيسة السابقة لجمعية نساء ديمقراطيات والمسؤولة عن مناهضة العنف في الهيئة المديرة الحالية أحلام بالحاج. المرأة التونسية اليوم تتمتع بالعديد من القوانين اللي تضمن حقوقها، وكان فما مسار كامل، مسار تاريخي كامل اللي تدرج نحو تحصل النساء التونسيات على حقوقهن. بدأت في 56 مجلة الأحوال الشخصية، في 93 تحصل مجلة الأحوال الشخصية، لكن من بعد الثورة أساسا تحسن المسار هذايا. 2011 كان فما التناصف، 2014 الدستور التونسي نص على المساواة ويضمن تكافؤ الفرص والعمل على مقاومة العنف وعلى القضاء على العنف وأيضا التناصف في كل الهياكل. هذوم مكاسب أهم المرأة التونسية، وحديثا تبني القانون الأساسي للقضاء على العنف المسلط على النساء. كل هذا معناتها قوانين اللي تحمي المرأة التونسية، لكن مازال هناك بعض القوانين اللي لازالت تمييزية، ونذكر بالأخص منها هي قوانين العائلة، وأساسا معناتها مسألة الميراث وتوزيع الأدوار داخل العائلة. مازال فما رئاسة العائلة للرجل، وأيضا الولاية اللي هي أساساً الأب إلا في بعض الحالات اللي نص عليها القانون. هل النص القانوني بصفة عامة وحده غير كافي، لكنه هام ومهم جداً. النص القانوني وحسب كيفية تبنيه، معناتها النص القانوني هو في حد ذاته معناتها ينجم يساهم في تغيير العقليات من ناحية، والنص القانوني إذا كان تم حوله نقاش وطني كما مثلاً تم في الدستور، ولا كي تم زاد أيضاً حول قانون العنف، معناتها ينجم هو في حد ذاته يبدل العقليات. أنا علاش بديت نحكي على العقليات؟ باش نقول إن راهو صحيح فما هو ما بين القانون وما بين الممارسة في العديد من المجالات، لكن اللي هو هذه النجم نقص فيها بالتأثير على العقليات وبالعمل والمتابعة على تطبيق القوانين. واليوم مثلا نشوفوا ان القانون العنف جاء تجسيدا لما نص عليه الدستور، هذه خطوة. القانون هذا جاء باش يقول معناتها يحمل مسؤولية الوزارات في القيام بما يلزم للوقاية ضد العنف، ان يحمل مسؤولها باش يتابع ويرافق الضحية ويحميها، يحمل مسؤول البوليس باش يوفر معناتها الاستماع اللازم ويوفر معناتها الظروف الطيبة. من ذلك مثلا ان النساء معناتها امنيات هم اللي يقوموا بالاستماع، ان معناتها ثم العديد من الاجراءات العملية، خاطر ما يلزمش يكون النص القانوني الناس ينص على المبادئ وفقط، في ظل فما نصوص قانونية معناتها تنص عمليا على ماذا يجب القيام به. كيف ما مثلا القانون الجديد كما قلنا
قلت حول العنف المسلط على النساء اللي منتظروا تطبيقه. لكن زادا نعرفوا اللي مثلا ثم القوانين اللي موجودة في مجال الحقوق الشخصية، لما يقوم القاضي بتطبيقها يقوم بتطبيقها وفق المعيار الثقافي متاعه، اللي مرات يكون مخالف حتى معناتها لروح النص، أما ينجم يمطوا ويفسروا حسب المعيار الثقافي اللي هو ما يخدمش النساء.